نعود مشاهدينا إلى متابعة هذه الحلقة من السلطة الرابعة بالجد. الترحيب بأستاذ جهاد الصمد رئيس لجنة الدفاع والداخلية من الضني مباشرة معنا. وانضم لنا الآن المحامي كريم ظاهر الأستاذ المحاضر بقانون الضرائب والمالية والمالية العامة. مساء الخير أستاذ كريم. أنا بس بدي أستأذنك، بدنا نكفي شوي حوارنا السياسي ونأخذ بس هيك يعني سؤال مع الأستاذ جهاد ومنوضعه ونرجع منفوت بموضوع الموازنة. أستاذ جهاد، أنا بدي أرجع ساعات النايب، بدي ارجع لك. يعني عطيتني معلومة انه القطري اليوم بلش يحكي مع فرنجية وهو لا يزال مرشح قوي. هل هذا يعني انه هناك تبدل؟ لانه كنا عم نسمع عن مقايضة وانه صار في انتقادات انه وسمعنا هذا الكلام يعني من رئيس حزب القوات اللبنانية لما قال اليوم بدنا نعطي جهاز الطردية لحزب الله انه بالملف الرئاسي. شو بيعني هذه الامور، هذه الاشارات السياسية شو بتعني؟ ست ليندا، اللي فيه مسلة بتنعره. هيدا لا حدا اسا عم يحكي بمقايضة ولا عم يحكي بطردية ولا حدا عم يحكي، عم نحكي بمنطق وبعقل. هذا الفريق، هذا البلد فيه فريقين، وبدون ما يكون لتقدري تعملي توصلي لحل يجب ان يكون الحل متوازن ويرضي الطرفين. ما فيك تيجي ما حدا، انا اؤمن وكلنا نؤمن انه بهذا البلد ما حدا في يكسر الثاني وما حدا في يلغي الثاني، والتنوع الموجود بهذا البلد يفرض علينا انه نوصل لقواسم مشتركه. القواسم المشتركه اللي اتبعت بالسابق واللي اوصلت لانتخاب الرئيس ميشيل عون، فخامه الرئيس ميشيل عون، ودوله الرئيس سعيد الحريري، ونعمل التسويه بوقتها، هاي المبادئ فينا نحسن عليها، يكون في إلها ضوابط أكثر، فينا كذا. بس ما فينا نقول فريق بده يلغي فريق وفريق ما بيقبل بالتاني، وما فينا نقول إنه ما بدنا فلان وما بدنا فلان يمشي. بدنا حدا نقدر نحن فيه فريق قسم كبير من اللبنانيين، ما فيني أقول كل اللبنانيين، في فريق قسم كبير بيطمنوا سليمان فرنجية، الفريق الآخر نحن فينا نطمنوا برئيس الحكومة، بتركيبة الحكومة، بضمن إطار سلة متكاملة. هذا هو الحل الوحيد اللي ممكن يمشي بالبلد، خاصة بعد اللي شفناه بهذه الحرب المدمرة اللي شنت على غزة وعلى الأبرياء وعلى الفلسطينيين، واللي شاهدته الضفة لا يقل عن اللي شاهدته غزة مع الفارق بالنسبة للتناسب. إنما يعني نحن حديث جدي عن السلة، السلة في هيدا لا يعني، لأنه في كلام أنه منتخب رئيس من بعدها منحكي بالأمور التانية، دعا للحوار، أنه دعا للحوار، دعا للحوار دولة الرئيس بري في سبيل أنه والله لتقطيع وقت، ولا دعا لحوار لحتى ينحكى بكل هيدي الأمور. وبعدين بدي مرة قبل ما أختم، يعني هيدي معلومة كمان لازم كثير ناس يعرفوها، بدي يعني بدي حيي شعب اليمن اللي حييته بكلمتي بمجلس النواب، وفاتني انه اذكر في دولتين بالعالم ما عندهم عيد استقلال يا ليندا، في دولة اسمها اليمن ودولة اسمها بريطانيا. فهي معلومة لازم الناس تعرفها، انه دولتين بالعالم ما عندهم عيد استقلال هن اليمن وبريطانيا، مع الفارق الكبير بين بريطانيا الاستعمار وهي ام الاستعمار واساس الاستعمار، واليمن اللي هي نحن بنفتخر انه اصلنا وننتسب كلنا الى هذا اليمن السعيد اللي نحن بنوجه لشعبه البطل الف تحيه والف شكر على المواقف اللي عم يعملوها. بس بالنسبه لموضوع رئاسه الجمهوريه، يجب ان يعني ما بدي ارجع عيد حالي، انا برايي الامور رايحه بعد ما يصير في تفاهم على وقف اطلاق نار، وقف عمليات عسكريه، وقف عمليات عدائيه، شو ما بدهم يسموه، بضمانات معينه وتبادل للأسرى وتبييض السجون الاسرائيليه، اكيد لبنان حيكون في له لازم يكون على طاوله اي حل بالمنطقه ككل، لازم لبنان يكون موجود من خلال رئيس جمهوريه بيطمن اللبنانيين، بيطمن المقاومه، وبيطمن المجتمع الدولي اللي هو بده يكون حاضر معه باي حل مفترض بالمنطقه. طب سؤال اخير استاذ جهاد،
كيف شفت جلسات الموازنة؟ نحن رجعنا حطينا التشريع على السكة بغض النظر عن كل شيء اللي صار يعني على ضفافة، ولكن بالنهاية شرع مجلس النواب موازنة. وهون بدي أسألك كمان عن موقف رئيس تكتل لبنان القوي اللي هو انسحب، يعني سحب أعضائه، بقيوا بس أعضاء لجنة المال والموازنة بعد ما رفض الرئيس بري تحويل مناقشة الموازنة من اقتراح قانون إلى مشروع، من مشروع قانون إلى اقتراح قانون. وهون كمان بين هلالين فرد مرة لأنه في ديلي بيني وبينك، بدي أسألك عن موقف النائب ألا عون اللي هو عضو تكتل لبنان القوي من على منبر المجلس النيابي بيطلع بيقول لسعد الحريري ارجع اشتقنا لك أنت بس اللي بتقدر تعمل تسوية بلبنان. بالنسبة لموضوع الموازنة قلت أنا بجلسة المناقشة أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وفعليا هذا اللي صار. بس الجو العام يعني ما شاهدته لما بلشنا بالتشريع الحقيقي بعد ما خطبت الكلمات والرد تبع دولة رئيس الحكومة، بكل أسف يعني أنا قلت وأعني ما أقول أنه ليس هذا ليس تشريع، هذا تشليع بكل أسف. يعني أسوأ مجلس نواب، أنا فتت على البرلمان سنة 96 وغبت عنه فترة، بس بخلال الفترة هيدي اللي شفتها فيها لم يمر بظل موازين القوى الموجودة ضمن مجلس النواب، لم يمر علي أسوأ من هيك مجلس نواب. وخاصة البعض، أنا بفهم أنه نواب التغيير عندهم إلهم دور ووصلوا بأصوات الناس وبفضل قانون، يمكن هلأ أنا بعد ما اللي عم شوفه هذا قانون أساء لتمثيل اللبنانيين ولم يحسن التمثيل عند اللبنانيين، بس بتمنى على هؤلاء التغييريين أنه لما بدهم يحكوا عن المنظومة، المنظومة أنه كل حدا بالسلطة صار هو ضمن المنظومة، ما أنتوا صرتوا كمان جزء من هذه المنظومة. بدكم تحكوا أنا القوات اللبنانية بالسياسة لا ألتقي معهم بأي مكان، بس لما منكون باللجان بالمناقشات بقى بلجنة المال والموازنة أو بأي لجنة، لما بينحكى شي منطق ما فينا نقول له إذا أبيض قل له عنه أسود. الحياة مش هيك، يعني أنه فيكم تكونوا تغييريين مع إيجابية، تتعاطوا بإيجابية وليس أنه كل شيء عنزة ولو طارت. هذا التعاطي لا يجوز، هذا التعاطي وأنه أنتوا الملائكة والآخرين الشياطين هذا شيء مش مظبوط، هذا بيسألكم وبيسأل الناس اللي أنتوا بتدعوا تمثيلهم. بس بالنسبة لجلسة الموازنة، بالنهاية ما فينا ندير البلد بدون موازنة. نحن عملنا حسنا إيرادات الخزينة بس في ظلم كبير لم يتحقق منه أي شيء، هو موضوع القطاع العام بشقيه المدني والعسكري. نحن ما عملنا له شيء، 7 أضعاف وما بتفوت بأساس الراتب، هذا مش حل. وهذا أنا قلته وبرجع بقوله، يجب أن يكون هناك ورشة عمل بالنسبة لموضوع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وكذلك تعويضات نهاية الخدمة. أنا أحد العمد اليوم عم يحكي لي طلع ب31/12 يمكن، بس لحظة لندا، طلع كان هذا الزلمة لازم تعويضه كان يكون ب700,000 دولار، طلع ب30,000 دولار. يعني هذا الشيء كمان ما بيجوز، لا فينا نعطيه على 700,000 ولا فينا نقول له انه والله 30,000 هذا حقك، وما فينا نزيد الرسوم والضرائب محلات 46 ضعف ومحلات 60 ضعف، وراتب الموظف المدني او العسكري انه نعطيه بدلات 3 رواتب او 4 رواتب، هلا صاروا 7 رواتب. هذا الشيء غير منطقي وغير مقبول وغير عادل، ولا يمكن انه نحن ندل نطلب من هالموظف اللي هو لولاهن. وقال زميلنا الحاج علي حسن خليل منوجه له تحية، انه بالادارة اللبنانية في 10,000 موظف هن اللي خارج المعلمين وخارج العسكر وخارج البلديات والمؤسسات العامة اللي حاملين كل حمل هاي الدولة، هن 10,000 موظف. هاو ما فينا ندل نحن نتهمهم انهم فاسدين ونتهمهم انهم فاشلين وانه هن اللي خاربين الدولة، لولاهم ما في دولة. ويجب انصافهم، ويجب انه يكون في هناك ورشة عمل لانجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصفهم وتعطيهم جزء من حقوقهم. وعملية كيف الدفع متقسط بيتبرمج، بس نثبت لهم حقهم. تمام،
استاذ جهاد خليك معي لحظه، بعد انا بدي اسالك سؤال اخير كرمال مبادره النائب علاء عون، ولكن خليني معلي خليني اسمع انا وياك راي استاذ كريم بموضوع القطاع العام، لانه هو بالفعل هي اهم نقطه صارت انه ما مرقت. هل كانوا قادرين اليوم يعملوا سلسله رتب ورواتب جديده؟ انا بعتقد العين بصيره واليد قصيره. اذا بنشوف مجمل النفقات بالموازنه بنشوف انه قسم كبير منها مخصص للرواتب بالقطاع العام والمصاريف التشغيليه بالدوله. اذا بدنا نزيد وبدنا نعمل سلسله جديده بدنا نلاقي مصادر تمويل، هيدي علم الماليه العامه هيك يفرض. وزياده عن هيك نحن بنعرف انه اذا في عجز، وبيعرف الجهات كمان، انه ولا فينا نتدين ولا فينا نطبع عملي، يعني الخيار الوحيد هو زيادة الضرائب وزيادة الإيرادات. أكيد وأنا بوافق الرأي إنه في إشحاف حق القطاع العام والموظفين القطاع العام، ومثل ما هو عم بيقول لا ما فينا نعمم إنه كل الموظفين فاسدين، لا في موظفين قايمين بواجباتهم مع مدخول كتير قليل ما بيكفيهم ينزلوا على شغله. بس أكيد كان في شيء لازم ينعمل من 2017 وقت انطرحت أول مرة عملية سلسلة الرتب والرواتب، كان لازم ينعمل إعادة هيكلة للإدارة، لازم ينشاف ساعتها عندك مطارح فيها فائض وعندك ينعمل مطارح مسح يعني. قديش الكلفة، قديش الكلفة السلسلة كان ممكن تكون هلا أنتوا قد يعني عملتوا؟ أنا مش عامل، أنا مفروض بالأرقام يعني أنا طبعا. الأرقام صراحة بعقب وبحلل الأرقام بس ما عندي الأرقام حتى بعتقد اليوم في ضياع كبير عند المسؤولين وبوزارة المالية. شفنا أنه كان في أرقام تقدموا فيها وكانوا محاسبين أنه في عجز ب 17 ألف مليار، طلع صار عندهم فائض ب 25 ألف مليار ليرة لبنانية، يعني بمعنى آخر ما حدا عنده أرقام فعلية. هلأ العملية بدها تفوت ضمن إصلاح شامل متكامل، ما فينا ناخد على القطعة، ما فينا ناخد المواضيع مثل ما هي. في ناس اليوم عم يتأثروا سلبا، والقطاع العام وموظفين القطاع العام هن الأكثر تضررا باللي صار، بالأزمة اللي صار. مش بس هيك، بدنا نفهم شغلي انه موظفين القطاع العام مش منفصلين عن الحياة الاقتصادية مثل ما كتار بيعرفوا. موظفين القطاع العام هن اللي بيمشوا الإدارات وهن بيمشوا الاستثمار عن طريق استثمارات القطاع العام في الاقتصاد، لأنه هيدا اللي بيخلي لك الاقتصاد يرجع ينطلق. إذا نحن ما جينا أمننا البنى التحتية وما أمننا الخدمات البديهية، خدمات يعني العامة للناس، هذا البلد ما رح يمشي. وما في بنى تحتية، ما في استثمار، ما في استثمارات من الخارج، ما في تدفق عمولات من الخارج، يعني كل البلد رح يبقى مكربج مثل ما هو هلأ. رح نرجع نفصل فيهم. استاذ جهاد رح اختم معك بسؤالي عن انسحاب النائب جبران باسيل وسحب يعني كتلته، وأيضا بكلمة بمبادرة النائب علاء عون، تفضل. نقطع الاتصال. استاذ جهاد عم تسمعني هلا؟ استاذ جهاد ما بعرف كنت رح ارجع اكرر انه بدي اختم معك بكلام النائب علاء عون حول سعد الحريري، عم بسمعك. اسمحي لي بدي رد على ضيفك اللي بحترمه وبقدره، انه اكيد يجب تامين مصادر تمويل، وهناك مصادر كثير. واحد الامثله اذا بتفرض ضريبه على البنزين بمكان ما، ومش ضروري انت تعطيه كل مستحقاته مره واحده، بس ثبت له حقه وبرمج له طريقه الدفع، بس بالحد الادنى انك تثبت له حقه. يعني في كثير حلول وفي كثير امكانيه لايجاد حلول، بس لا يمكن انه احنا نعطي للدوله حقوقها والمواطن والموظف ما ياخذ حقوقه، وخاصه هن اللي عم يخدموا باللحم الحي. هيدا انا وياك منا مختلفين، هناك ضروره ايجاد مصادر للتمويل، انا متفق معك، بس هناك مصادر كثير ممكن. في عندك الكسارات، في عندك الاملاك البحريه، في عندك كثير شغلات فيك تفوت عليها وتجيب لنا موارد. عندنا مصادر بعد ما حكينا للقطاع العام. استاذ جهاد في مصادر كثير هلا بحكي عنه خلال الجلسه. انا ما عم بقول ما فينا نأمن، انا عم بقول لازم نأمن وفينا نأمن. انا معك مشان هيك انا قلت ورشه عمل لوضع سلسله رتب ورواتب جديده، ومن ضمن تأمين موارد، وهيدي ممكن ومتاحه ومتوفره.
بالنسبة لسؤالك ستلدنا عن زميلنا ألا عون، أنا بشطره الرأي، يعني أنا بشطره الرأي لألا، أنه في كتير شغلات بلتقي أنا وياه بالتفكير فيها، وخطابه وكلمته بمجلس النواب كانت من أكثر كلمات مدروسة ومتوازنة وفيها صدق. فلا بموضوع أنه اشتاق لدولة الرئيس سعد الحريري، مش هو وحده اللي اشتاق، يمكن كتير من اللبنانيين بعد الشيء اللي عم بيشوفوه على الساحة اللبنانية عامة وعلى الساحة السنية خاصة، أكيد في كتير ناس من اللبنانيين اشتاقوا له لدولة الرئيس وعم يترحموا على أيامه كمان. وانت حاب النائب جبران باسيل؟ هلا الوزير باسيل، انا يعني عن جد يعني في احد الاصدقاء المشتركين يعني قال له كلمه وانا يعني اكدت عليها وانا ترجمت له اياها بشكل اوضح، انه يا معالي الوزير، طالما انت مش مرسل، مش منك مرشح لرئيس الجمهوريه، بتقول انا غير مرشح وغير معني، هيدي الناس اذا انت لو انت مرشح بيعملوا لك معركتك، طيب اذا انت منك مرشح اعمل مصلحتك اقل شيء، عندك انت مكتسبات حققتها بست سنين بالاداره اللبنانيه بالفئه الاولى بالمراكز الاساسيه بالمفاصل الاساسيه بالدوله اللبنانيه، اذا منك مرشح شو بدك، كيف بدهم يعملوا لك معركتك وانت منك مرشح؟ اذا منك مرشح اعمل مصلحتك، يعني فكر بمصلحتك قبل ما تفكر بمعركتك اللي انت عم تقول انت غير مرشح. هاي مقاربة مهمة، بدي اتشكرك بمقاربة. هيدي صارت نرجسية، يعني هيدي صارت نرجسية، يعني هيدا المثل اللي بيطلع بصورته ما بيشوف غير صورة حاله، انه هو الله خلقه وما خلق غيره، والناس يعني انه هلا قال له ليش عم تنفخ لللبن، قال له الحليب كويني. بدي اتشكرك استاذ جهاد الصمد، النائب المهندس جهاد الصمد، رئيس لجنه الدفاع والداخليه نيابيه، حدثنا من الضنيه، شكرا جزيلا لك استاذ جهاد على هذه المشاركه معنا. كنت بدك تقول له من وين الواردات ممكن تكون؟ هلا بنحكي بسياق الحلقه اذا بتحبي. تمام، خلينا نبلش اول شيء تقييمك لمشروع الموازنه. عم بيقول كان استاذ جهاد انه هيدا افضل الممكن، يعني بالنهايه ما فيها تمشي من دون موازنه، 2023 ما انعملت، 2024 يعني اقله انه تعيد شوي الانتظام. حتميا لكل الفرقاء تنعمل موازنه وتقر للحكومه اول شيء، لانه عم تصرف خارج الاطار والسياق الدستوري والقانوني، بسلفات خزينه بتعرض الوزراء للمسؤوليه الشخصيه، وما فيهم يرتكزوا على القاعدة الاثني عشرية. مسؤولية شخصية؟ أكيد مسؤولية شخصية. القانون المحاسبة العمومية بيحدد أنه كل وزير بيصرف فوق الاعتمادات المرصدة بدون موافقة مجلس النواب يتعرض على زمته الشخصية يعني بتحجز على أمواله وبتبيع أمواله وأموره. مسؤول قرارات مجلس وزراء، مش أنا، هذا القانون تبع المحاسبة العمومية. مجلس وزراء أقر بالأول، حتى إذا مجلس وزراء، حتى إذا مجلس وزراء هيدا عم نحكي عن المحاسبة الشخصية. بس في يعني محاسبة سياسية كمان، لا زيادة عن هيك، في عندك نحن المشكلة أنه ضايع بلبنان مبدأ المحاسبة والمساءلة. نحن مين بيحاسب مين؟ يعني اليوم على كل دورة انتخابات نيابية شو بيحاسبوا النايب؟ بيحاسبوا النايب إذا إجا كم مرة إجا على العزوات وعلى الولادات، وإذا تابع الخدمات يلي بتتعلق بالمنطقة، وهذا حق بالنسبة للخدمات. بس دور النايب أساسا هو دور تشريعي، دور رقابي. هي شو الموازنة أساسا؟ موازنة هي بترجم سياسة الحكومة يلي مفترض الدولة تحقق أهداف الدولة. شو هي أهداف الدولة؟ تنكون يعني تالناس تقدر تفهم عن شو عم نحكي. الدولة شو الدور تبع ليه في دولة؟ في دولة لأنه بتأمن أربع أمور، بتأمن حماية المجتمع، حماية الاقتصاد، نشر العلم والثقافة للناس ليتعلموا، ورابع شيء وأهم شيء زيادة الثروة وحسن توزيعها. من هالأربع أمور يلي بتعملون الدولة، شو مترجم بهالموازنة؟ لأنه هي موازنة، شو موازنة هي؟ أكيد وفقا للدستور، وفقا لقانون الحساب العمومية، عندها بتعملي بتترقبي شو في نفقات وإيرادات على السنة اللي جاية، بتجيزي فرض الضرائب أما تحصيل الضرائب وصرف الاعتمادات، وإذا في فرق ما بين الإيرادات والنفقات في بدك تعملي توازن، كيف التوازن؟
بيسهم هو اما بتزيد الضرائب سد العجز يعني اما بتدين هلا نحن هل العجز يلي هو العجز ما فينا ندين ما فينا نطبع عمله ما فينا نطبع عمله لانه في تضخم وفي كمان زياده تدهور لسعر العمله الحل الوحيد هو الضرائب بقى بهل موازنه الشعب يلي مفترض يراقب هون عم بياخذوا المصاري من جيبته يعني حس اما ما حس ونحن عندنا 80% 75 ل80% ضرائب غير مباشره يلي بسموها تنازليه يعني تطبق على جميع شرائح المجتمع يلي بيحملوا العبء الضرائبي 25% ل20% هي ضرائب دخل مباشره على الارباح بقى ببلد مثل هيدا في عندك شرخ كبير وعدم عداله اجتماعيه عم تيجي انت الدوله مفترض تقوم بدوره البديهه تاخذ من ميلي من يلي المقتدرين بس بدون ما تهربهم للمقتدرين يعني بدون ما تهرب رأس المال لأنه إذا هرب رأس المال ما في استثمارات ما في اقتصاد ما في فرص عمل ما في استهلاك ما في نمو يعني كلها حلقة متكاملة نحن المشكلة أنه هل اللي عم بحكيك عنه ولا الحكومة درسته يعني أنا سميت الموازنة أساسا موازنة تقطيع الوقت ليه تقطيع الوقت لأنه ما في حلول جذرية ولا في ولا في انتخاب رئيس جمهورية لا حليك أكتر أنا عندي صار تسمية أخطر بس من الحكومة الباقي كلها ست ليندا صار عندي تعبير أخطر من بعد الجلسة لأنه مثل ما قال لك سعادة النائب في شيء صار بالجلسة غير مقبول ومنحكي عنه أنا سميتها موازنة تقطيع الوقت الدولة اليوم عم بتقوم بأقل واجباتها يعني عم بتأمن نفقات عم بتأمن إيرادات حد أدنى لتغطي نفقات حد أدنى وبس بس. ليه؟ لأنه بيقولوا لك خلينا نمرق السنة يمكن بينتخبوا رئيس يمكن نعمل خطة للتعافي بتنقبل يمكن نمضي مع صندوق النقد الدولي صرنا على هل صرنا على هالترند 4 سنين وبعدنا يمكن منضاين 4 سنين و5 سنين شو عم بيصير هالوقت؟ هالوقت الشعب عم يفتقر يعني عم بيزيد حجم الاشخاص مع انه عم بيقولوا لك ودوله الرئيس عم بيقول انه بلش التعافي وين بس وين التعافي مش لانه نحن شايفين كم قطاع من قطاعات اقتصاديه ماشي نوعا ما بمناطق معينه انه صار خلي الناس اليوم عم تحضر على الشاشه هل هن مرتاحين هل هن حسوا فعليا انه في تعافي هل هن حسوا انه تحسنوا امكانياتهم وامورهم هل عم بيقدروا يدفعوا براحه وبحبوحه المستحقات تبعولهم من جامعات ومدارس واكل وغيره والاستشفاء لا اما عم بيطبقوا حالهم مش مفهوم عم بيجيبوا ادويه بس سؤال بعد ما نشيل الدعم على الأدوية وعلى الأكل عم بيجيبوا أدوية أم عم بيقطعوا على الطريقة القديمة كله هيدا ما بيخلق بلد ما بيخلق دولة يعني نحن المشكلة بهالموازنة كانت تقطيع الوقت كانت بين نسخة الحكومة السيئة الأسوأ ونسخة اللجنة السيئة يلي أفضل تتقطع بقى في كلهم عندهم ضروره من هيك قطعت الموازنه الحكومه انه ما تمشي على القاعده الاثني عشريه تبع 2022 لانه هي 40,000 مليار ما بتاديها مجلس النواب لانه تقدمت الموازنه ضمن المهل القانونيه يعني اذا المجلس ما صوت عليها يعتبر متخاذل بتروح بمرسوم يعني صار هدف مجلس النواب انه خلينا نسرع ونكر الموازنه حتى المور. والمواطن بيقول لك انه نحن كمان يعني كيف ما كان يكون خلي الدوله ماشي أقل ما يمكن بالحد الأدنى. اجت جلسة امبارح وأنا سميتها موازنة تقطيع الوقت والفوضى. يعني هلأ صار عنا شيء اسمه فوضى. ومين رح يتحمل مسؤولية الفوضى؟ لأنه يلي صار امبارح غير مقبول بالجلسة وفقاً لما يلي رشح عن من معلومات حضرتك كنت موجودة بمجلس النواب وفي تدابير اتخذت بدون دراسة مسبقة بدون درس وأثر الواقع الاقتصادي وهيدي بكرة بدها تودي لمشاكل كتير كبيرة نحن نبهنا بال2016 2017 وقت عملت قانون تمويل السلسلة انه في بعض التدابير المتخذة شيدة جيدة والجزء الآخر سلبي وبده يوصل لمشكلة اقتصادية تبين نتائجها من بعد 3 سنين هون التدابير اللي عم تتاخد عشوائيا بدون دراسة اما منحس بحسن النية بس بدون علم واذا بدك تجربة سابقة بهالميدان اما عن سوء نية هيدي رح توصلنا لمشاكل كتير كبيرة وفينا نستعرضها سوا اذا حبيت تمام هلا بدنا نفوت على بريك بس انت بتقول يعني بس جاوبني بشكل سريع هيدي لانه الرئيس بري قال لهم هيدي موازنة كلها فرسان ما بقى نقبل هيك موازنة منكم كان اكتر عدد الفرسان موازنة كان اكتر بدنا نفهم شو هني فرسان موازنة خليني اذا سريعا قبل الاعلام لا لا, لا 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 لانه رح اقول لك شغله نحن اول تسمية لفرسان موازنة بتذكر انا
أطلقناها بال 2012 بمركز الدراسات، كان في محاضرة والناس ما فهموا شو معناتها فرسان موازنة، عملنا دراسة منشورة. الفرسان الموازنة هن يلي لا يمتوا إلى الموازنة بالصلة بس أبدا، بس في عندك تدابير ضريبية بتقدري أنت تاخديها تكون مكملة، فيك تاخديها من ضمن أنه الموازنة، فيك تاخديها خارج الموازنة. الموازنة في ثلاثة أمور أساسيين ما فيك تطلع منهم، يلي هن مثل ما قلنا ترقب النفقات والإيرادات، إجازة الجباية والإنفاق، والتوازن المالي. هول الثلاثة أساس الموازنة ما فيك تطلع منهم. أوكي. خارج هالإطار كل شيء بيساعد على وبيكون عم بيحترم المبادئ الجوهرية للموازنة، يعني السنوية الوحدة الشيوع والشيوع السنوية الوحدة. إيه أكيد هالمبادئ الأساسية إذا احترمتيهم فيك تدخلي بعض التدابير يلي هي بتأثر على الرقم يلي بيكون رصدتيه أما بالإيرادات أما بالنفقات. تمام، خلينا نفوت على بريك، من بعده رح نفوت على الضرائب ونحكي عنها بشكل مباشر. مشاهدينا فاصل أخير ومنرجع لكم. نعود مشاهدينا إلى متابعة هذه الحلقة. بدي جدد ترحيبي بأستاذ بالمحامي بيير كريم ظاهر، أستاذ محاضر بقانون الضرائب والمالية العامة. رح نفوت على الضرائب دغري لأنه بعدهم لهلأ بعد ما نحطوا طبعا يعني هني تناقشوا، حتى نحن صرنا أوقات يتم التصديق وما ينعرف شو التعديل اللي صار. بكل الأحوال هي التنين أو الثلاثة بتكون جاهزة بصيغتها النهائية، بس لنفوت على الضرائب اللي بتخص الناس بشكل مباشر. شو هي الضرائب ضرائب اليوم؟ لأنه قالوا يعني كلها راحت من الجوب، بينما كان الحاكي أنه لا مش هالقد، هي طلعت 10 أضعاف مش أكتر، وهن في بقي مثلا بقي 400,000 للإخراج الأيد، بقي يعني في شغلات بقيت ضمن المقبول. هو خليني أميز بين شغلتين الناس تفهم. في كنت حاكي بالأول بين ضرائب غير مباشرة يلي هي معظمها رسوم ويلي حضرتك عم تحكي عنها، يلي من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الجمركية، والرسوم العادية بتدفع الناس وقتها تعمل معاملة إدارية، يعني كاتب عدل بدي أعمل إخراج آد عادي يلي كان كل هال. وبعدين في رسوم استهلاك كمان على المشروبات وعلى الأكل وعلى بعض الأمور يلي الكماليات، أما غير الكماليات هولي في رسوم كمان موجودة، وفي رسوم أخرى كمان فرضينا في رسوم على براءة الاختراع وعلى الملكية الفكرية، في رسوم كتير رجعوا زبطوا. ليه؟ لأنه مع التضخم ومع انهيار سعر الليرة الرسم يلي عم بيندفع صار زهيد، يعني كان ب 1000 ليرة و2000 ليرة و20000 ليرة أصلا. يدفع المواطن عم يدفع يضطر يبرطل لحتى يقدر يسيسر معاملته. ايه الطابع، بدك طابع 1000 ليرة، نحن أنا محامي بدي اشتري طابع 1000 ليرة، بدفعه بين 60000 و100000 ليرة تأشتري طابع 1000 ليرة. منشان هيك مفروض ترجعي تضبطي هالأسعار تتكون منطقية أكتر. بس من ناحية تانية وقت أنت يعني عم ترجعي، يعني الناس رح تحس فيهم؟ أنا السؤال تبعي الناس رح تحس ليه؟ لأنه ناس مدخولة هلأ ما تحسن، يعني حسلون شوي من اللولار للدولار، بس في بعد كتير ناس بيقبضوا بالليرة اللبنانية، في كتير ناس بيقبضوا بالليرة اللبنانية. إذا هلأ معاشهم على رسوم كانت الدنيا وكانوا يلاقوا صعوبة يقدروا يأمنوا آخر الشهر، يعني مصروفهم لآخر الشهر، طب مع زيادة هالأكلاف يلي عندهم إياها كيف بدهم يعملوا؟ لأنه كل واحد عنده معاملة إدارية بده يعملها، كل واحد بده يشتري شيء بحكم الظروف، رح تغلى الأمور لأنه عم ترجع ما بتنحسب على سعر 89,000 ليرة و500، أما زادوا هون 46 ضعف وهنيك أضعاف أخرى، مثلا عم تحكي عن 10 أضعاف بالنسبة لبعض الأمور. هي السؤال هل صار في حقيقة دراسة للسوق تنشوف نحن فعليا المواطن اللبناني هل عنده طاقة يقدر يتحملها أم لا؟ إذا ما رح يقدر يتحملها بده يفقر أكتر، إذا فقر أكتر رح يزيد المشكلة، رح تصير مستعصية أكتر. بالمقابل هل الدولة فكرت أنه مع هالزيادات تقدر توفر عليه بعض المصاريف الضرورية، يعني تأمن له مثلا تنحكي على سبيل المثال بطاقة طبية أنه يقدر مثلا هو يتحكم على حساب الدولة أما نص على حساب الدولة؟ هل فكرت الدولة تاخذ على عتقها مصاريف المدرسة
على سبيل المثال هل اخذت الدولة على عتقها مثلا كله مش موجودين موجود التنقل؟ هيدا اللي عم بقوله هيدا ماشي. منشان يعني هيك هون بتفكر بالمواطن، هيدا السؤال يعني معناتها كل هيديك الاكلاف عليه الدولة ومجلس النواب فكروا باي طريقة؟ فكروا بطريقة ماكرو مش ميكرو، يعني فكروا بالمطلق انه كيف بدنا الارقام تكون منطقيه ونظبطها، ونفكر كمان كيف بتحمل المؤسسات والشركات، وهذا شيء مشروع انا ما عم بعارضه، بس في كمان فئه كبيره شريحه كبيره من الشعب اللبناني يرزق تحت وطئه الفقر والمشاكل، طب هيدا مين عم بفكر فيه يوميا؟ مين بده يشفع فيه؟ منظمات الدوليه، الزعماء يلي رح يجوا يشتروا أصواته ويشتروا ولائه بهالطريقة؟ يمكن هذا هو الهدف، الهدف أنه نخلي المواطن اليوم فقير لحديث ما نضل في عنده ولاء لنا، ونحن نقدر نتحكم بتصويته ونتحكم فيه وبكل الأمور. بس ما كنت عم تقول أنه بالنهاية بدهم إيرادات، يعني هن إذا كانوا هن ما عم فكروا بالإيرادات، لأنه هن الإيرادات الدولة كلها مش همتهم اليوم. هلا مثلا اليوم الأملاك البحرية قدروا عملوا غرامات، طيب الغرامات اللي عملوها في بدايه بدنا نتسني على عملوا ضريبه على الدخل، بس كانت يعني فهمنا انه مقبوله، هل يعني نزلت كثير الضريبه على الدخل؟ هل هي بدايه لشيء افضل؟ لانه في عم ينقال انه حصلوا 29 مليون دولار بس يلي مفترض يتحصل من ايرادات الاملاك البحريه يلي المخالفات الموجوده على الاملاك العامه يمكن هي بين 200 و300، انا حسب اللي عم بسمعه، بس بعدني عم بحكي بارقام انا ما لنا متوفره لإلي عم بسمعها بالاعلام، 200 و300 مليون دولار. طيب بين ال 200 و300 مليون دولار وال 29 مليون يعني عم تحكي عن 10 اضعاف، نحن مفترض نحصل 10 أضعاف يلي عم نحصله، في خطة كيف بدنا نحصلها؟ وهيدا أنا اللوم تبعي اليوم على كتير من التدابير يلي اتخذت الحكومة. أنت عم بتقرر موازنة، الكل رح يتفلت من المسؤولية، كيف؟ رح تجي الحكومة بكرة وتقلك، خاصة بعد الجلسة اللي صارت أول امبارح، رح تجي الحكومة تقلك أنا قدمت موازنة غيروا لي نصها بلجنة المال والموازنة، وصلت على مجلس النواب ما تبقى من النص غيروا وبكل الأرقام. أنا ما بتحمل مسؤولية كحكومة، أنا هيك ما بتحمل مسؤولية لأنه حكومة تصريف أعمال، بس ما رح أتحمل مسؤولية على الموازنة لأنه هيدا مجلس النواب أقره. يعني بتوصل بآخر سنة إذا ما تحقق شيء من يلي هو محطوط، إذا تخطيتي الاعتمادات يلي موجودة وانجبرت تاخدي اقراض إضافي أما توسيع للإيرادات أما اعتمادات إضافية، رح يقول لك المجلس الوزراء أنا ماني مسؤول، ترجع على مجلس النواب. مين بدك تحملي مسؤولية؟ لمين بدك تحملي مسؤولية؟ بدك تحملي مسؤولية للي أخذوا أما اقترحوا هالتدابير، رح يقولوا لك نحن اقترحنا لحديث ما تقدر تحسن الوضع، بس نحن ما خلونا الحكومة موجودة كانت ما خلونا إيه، بس كان مفترض أساسا كان مفترض الحكومة وزير المالية يقفوا بوجههم للنواب ويقول لهم لا، لأنه هذا مشروع الحكومة، هذا مش مشروع مجلس النواب. ما بيقدر مجلس النواب يقدر يتحكم ويغير، يقول لهم بالنهاية أنا غيرته لك أنا ما بتحمل مسؤولية. بس هذا كان بلجنة المال كان لازم يصير ليه تغير لحولي تغير ليه صار في اقتراحات إضافية خارج إطار لجنة المال؟ خلينا نفوت وصلنا على التصويت، نفوت على القصص اللي خلينا نقول النص المليان اللي طلع منه طلعت منه الموازنة، بس بنفس الوقت اليوم كل الحديث أنه هو لي شو يعني شعبويين، شو بتقدر كيف تقدر تسترجعون الدولة اللي هن اللي استفادوا من الدعم، الفوائد اللي استفادوا من الدعم 7% والفوائد على يعني غرامات او فوائد على اللي استفادوا من صيرفة 17%. رح لك لسوء الحظ بيقدروا هولي ولا سمك بالبحر؟ ست ليندا لا مش سمك بالبحر، بس في شغلتين، في اول شيء من حيث دستورية وقانونية التدابير، تاني شيء من حيث تنفيذهم وحسن تنفيذهم، وإذا بتقدري حقيقة تحصلي اللي أنت عم تقترحي. خلينا نبلش بالدستورية وقانونية هالقوانين أما هالتدابير، هل هي دستورية وقانونية؟ مجلس الدستوري بكرة رح يفصل فيها، لأنه ظاهر في تحضير لطعن قدام مجلس الدستوري بدستورية هالتدابير. عم نحكي عن صيرفة وعم نحكي عن تكليف يلي استفادوا من الدعم. هل بالمبدأ لازم تكلفيهم؟ ايه لازم تكلفيهم، لانه هن استفادوا واستفادوا بصوره غير مشروعه، كمان بصوره غير محقه مش مشروعه، غير محقه. لا 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 رح احكي على الفرق بين المشروع والمحق. غير محقه لانه في عندك شيء اسمه، انت محامي انا لا 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 بالعكس انا كثير بدقق على التعابير، لانه عندك كسب غير مشروع وكسب غير محق.
هيدي مختلفة، واحدة بتروح على قوانين الفساد والتانية بتروح على قانون الواجبات والعقود. كسب غير مستحق أما محق، يعني أنت عم تستفيد عم بتختني على حساب غيرك بس بدون ضمن القوانين، بس هيدا بيستتبع أنه أنت مفروضة تردي يلي غير مستحق لك، بيسموه بالفرنساوي القانونية ريبيتيسيون دو لانجو، فيها تيجي بالتشريع الموجود اليوم بدل ما تيجي تقولي أنا عم بفرض أما ضريبة عليهم يلي هي اساسا مبدا عدم رجعيه القوانين الضريبيه، هذا مبدا عام ما فيك. وفي مبدا ثاني كمان يلي هو مبدا سنويه الموازنه، ما بتقدر الموازنه ولا تقر شيء لسنه الجايه ولا تقر شيء لسنه السبعه. هالمبدأين هون رح مفترض يبطلوا هالتدابير قدام المجلس الدستوري. انت كيف فيك تتجنبيهم؟ كيف؟ بشكل كتير سهل، كيف فيك تيجي تقولي شغلتين، اما بتيجي بتقولي هون في اساسا ربح، والربح قانون ضريبة الدخل وقلناها بالنسبة للقروض يلي تم إعادة تسديدها بفوارق، قلناها في مادة رابعة من قانون ضريبة الدخل فكراجين شو بتقول؟ بتقول إنه فكرادال سوري، بتقول إنه كل ربح متأتي من أي عمل عملته غير خاضع لضريبة نوعية أخرى بيكون خاضع لضريبة الدخل المباشرة. شركات 17% صارت هلا 25، وأفراد بين 2 بين 4 و25%. بالطبق الضرائب يلي ما دفع الضريبة وما صرع عنها، يعني هو متهرب ضريبيا، بتطبق عليه الغرامات المستحقة، غرامة تحصيل وتحقق، يعني كله على بعضه بيعمل لك ضعفي المبالغ يلي كان مفترض تحصيلهم ضد الضرائب، نص المبالغ يلي انت حصلون اما حققون فيك تحصليهم منهم ضمن القانون. بس شو بتقولي؟ بتقولي لوزارة المالية انا بدي اعطيكي باعتماد امكانية تتقدري تضبطي هالتهرب، وانت وفقا لقانون يلي عدل السريه المصرفيه القانون 306 بال 2022 فتح مجال لوزاره الماليه تقدر توصل لهالمعلومات، بدها مرسوم تطلعه بتقلي لي عندك 3 اشهر تطلع هالمرسوم للتحدد الاليه، وبعد 3 اشهر عندك 3 اشهر اضافيه اما 6 اشهر تتعاوني مع لجنه الرقابه على المصارف ومصرف لبنان ووزاره يعني الماليه. يعني في مسار قانوني للتنفيذ اكيد، وهيدا بينعمل اذا في اراده، هيدا النواب لازم يعملوا، مش النواب بس يطرحوا الاقتراح، النواب يشوفوا اليه التنفيذ اذا فعلا هن جديين، اذا فعلا هن جديين مش شعبويين وعندهم اراده فعلا انه يقدروا يخدموا الناس. هيدا الباب، هيدا المسار. واخيرا هول راحوا من بدرب مين؟ سؤالي لك صايره لا في فئة معينة هي دفعت الثمن، صيرفة والدعم من وين راحوا؟ من الناس. لا من 32 من 34 مليار دولار موجودين من المودعين من وديع. انت لك حق تعمل التخصيص لهالضريبة بدل ما هالضريبة تروح، ما هيك عم بيقولوا على صندوق المودعين، صندوق لا حق. واذا رح يقولوا لك بس ما نعمل بعد صندوق اعادة تسديد المودعين، في حل، بتعمل حساب مصرف لبنان ائتماني اسكرو اكاونت تحت اشراف حاكم مصرف لبنان ورقابة المجلس النيابي، وبهالحساب يتم تسديد وتحسين وضع المودعين من هلا، مش بننطر بكره لمشروع اضافي. خلينا نرحب بست سابين عويس الصحفيه بجريده نهار ورئيسه جمعيه الصحفيين الاقتصاديين. اكيد بتكوني يعني انا بدي اسالك كنت بالسياسي ولكن كاقتصاد هلا صديقه بالاقتصاد هلا بدي اسالك انه استاذ كريم عم بيقول مساء الخير ست سابين، عم بيقول استاذ كريم انه هالبندين اللي اضيفوا للموازنه اللي كانوا باقتراح من الاشتراكي انه الصيرفه ودعم استرجاع يعني فوايد على اللي استفادوا منهم بطريقه غير محقه. ايه غير محقه مش غير مشروعه ضمن تعلمت. ايه غير محقه بطريقه غير محقه واسترداد الشيء الذي لا يستحق لك. سابين طلع اصعب استاذ كريم علي منك بالموضوع الاقتصادي، بس يعني بتستفيدي منه على الاخر لانه قانوني وبيعطيك اياهم مزبوطين. بس في شغله هلا فايتتك كريم، انه يبدو كلمه صايره فطارت من القانون، هيك اليوم فهمت بقى. يبدو انه بالتصديق عم نحكي على الماضي، عم نحكي على الفتره الماضيه يلي كانت موجوده فيها صايره. ايه 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 عرفت، بس انه هيدي الماده اللي ذاكرين فيها هذا الموضوع يبدو هلا في كتير لغط وضياع عند النواب، مش عارفين يعني خصوص المتقدمين بالاقتراح يعني لقاء ديمقراطي، يبدو انه مش نازلي بقلب الماده القانونيه. يعني بدنا نشوف بكره بس يحطوا النص بالكامل اذا كانت فعلا وارده ولا لا. يعني بدك نص قانوني لحتى تقدر انت
لا ما في نص لا قانوني، ما في من دون نص لا قانوني، لا لانه هيدا صار في جدل عليه، هيدا صار في جدل عليه داخل لا الجلسه. هيدا الحابب نوضحه، ومنيح يلي اليوم على منبرك ست ليندا نقدر نطلق الموضوع تيعرفوا النواب ويعرفوا كل حتى السياسيين مواطنين. هيدا الموضوع مستحق، يعني الضريبه على هالعمليات مفروض تندفع، ولازم وزارة المالية هي وقت بنحكي نحن عن توسيع قاعدة المكلفين وتحسين الجيبية، من ضمن تحسين الجيبية هذا دور وزارة المالية تقدر تعرف عن طريق المعلومات المتوفرة بمصرف لبنان. عنا قانون اليوم يلي قانون رفع السلالم المصرفية، بيقدروا يعرفوا بالتفصيل مين عامل أي ربح وقدي، ويشوفوا إذا فعلا دفعت الضريبة أم لا. إذا ما اندفعت الضريبة بيندفع غرامة. هلأ القانون بشو أهميته؟ حتى إذا ما طلع البنت هون في ينعمل قانون خاص لتخصيص الضريبة. شو معناتها تخصيص الضريبة؟ يعني الضريبة بدل ما تروح، لأنه مبدأ الشمول بالموازنة بيفرض أنه تروح كل إيرادات الدولة للخزينة بدون تفريق، ومبدأ الشيوع كمان. هون بدك تخالفي مبدأ الشمول والشيوع، بس إلك حق لأسباب اقتصادية، وهيدي في إذا يلي بده يبحث فيها أنا ببحث معه فيها، لأنه في اجتهادات هون وبرا، وفي ضريبة عملت ضريبة الزلزال، ضريبة التعمير كانوا يسموها وقت صار في الزلزال بالشوف بال 56 57 بقيت ل 93، يعني عندنا سابقة موجودة. منخصص هالضريبة بقانون تتروح لتعويض عن المودعين. يعني ست سابين مع أستاذ كريم ما في شيء بيروح، عنده مليون طريقة يرجع يجيب الضريبة ويرجع يدفع الضريبة والغرامة، لأنه للخير العام للمصلحة العامة. ما في نص قانوني، هذا بده يعملنا أشكال. لا 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 للمصلحة العامة، لا مثل ما هني أقروا في مشكلة قانونية رح يروح قدام مجلس الدستوري ورح يبطلون إياه، لأنه هون في شعبوية عملت بالنصوص، مع احترامي لكل النواب ما بقول شعبوية بإساءة يعني النية عاطلة أبدا، بس يعني راحوا باتجاه شعبوية في أصول قانونية، في استعجال تنقول، خلينا نقول في استعجال. ست سابين باخذ رأيك بشكل سريع على هذا الموضوع قبل ما فوت معك على شو ناطرنا من اللجنة الخماسية، وخصوصا يعني أنت كتبتي بهذا الموضوع أنه يعني نحن عنا لحد شباط أو بموضوع الانتخابات الرئاسية، يعني عطيتي كمان ديدلاين وفي اجتماع بده يصير. هيدا مش شباط، مش شباط، ما في تشباط ابدا. لا انا انا في عنا لنيسان. ايه انا حسبته لنيسان يعني لنيسان ليندا. طيب نيسان مش لشباط. ايه قليلي يعني بعد عنا شباط، بس ان شاء الله ما يكون واحد شباط وعنا ادار. يي انا ناسي شباط وعنا ادار، انا شايل هيدا الشهر بالمره. انا نسيته هالشهر، انا ازار كله راح عندي ما بعرف ليه. طيب شو بده يصير؟ حافل بالتواريخ أزار، حافل بالتواريخ. ايه صح صح، وتواريخ بتخصنا لنا كمان. 14 وتواريخ بتخصنا. شو المعلومات حول هالموضوع اللي عندك ست سابين؟ المعلومات يعني عن اجتماع اللجنة الخماسية، سفراء اللجنة الخماسية تحضيرا للجنة. نعم سفراء تحضيرا للجنة. شو عم بيقطش؟ هلأ شوفي، يعني اليوم هالتحرك اللي قاموا فيه سفر الدول الخمسة يمكن ترك كتير لغط بالبلد، لأنه إجا هيك فجأة، مع أنه كان في كتير حكي قبل أنه ستجتمع الخماسية وإنما ممثلين لها مش سفرة بلبنان أو بالدوحة أو بباريس، وهلأ عم ينحكى أنه ممكن يكون الاجتماع أو بالرياض أو بالقاهرة، يعني بعد في كلام وين بده يصير. فلما صار هالاجتماع السفرة هون، خصوصي أنه صار في كمان لغط من بعد ما التغى الموعد مع الرئيس بري، طلع كتير كلام بالجرايد أنه في تباين بين أعضاء اللجنة يعني السفرة الدول الخمسة. خلينا نطلع نحن شوي من هيك يعني الجو الإعلامي اللي رافق الموضوع، لنروح شوي نشوف فعلا شو عم بيعملوا، شو عم بيعملوا هالسفراء، وشو المهمة اللي حابين أو الرسالة اللي حابين يوصلوها من خلال إن كان لقاءهم هون بلبنان يعني بدارة بخيمة السفير السعودي، أو التمهيد للخطوات اللي لاحة. اللي أكيد اليوم إنه حاملين هن رسالة واضحة، هي الرد على كل ما صار الحديث عنه، أنه في تباينات بين الأعضاء، بين أعضاء الدول،
اللي بتكونهم هالمجموعة الخماسية. في تأكيد على أنه في وحدة موقف شكل واحد أول. النقطة الثانية تأكيد، وهذا الكلام اللي راح بكرة يحكوا فيه مع كل اللي راح يلتقيوا فيهم، وعلى رأسهم رئيس بري لأنه تحدد الموعد يوم الثلاثة راح يشوفوه، وهو تأخر شوي الموعد لأنه راح السفير السعودي على السعودية ورجع. فتاني نقطة هي التأكيد على خطورة استمرار الشغور الرئاسي وضرورة الذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. النقطة الثالثة هي محاولة التأكيد، يعني الضغط أو التأكيد أنه ما فيهم اللبنانيين يكملوا من دون ما يفصلوا، يعني ننطر نربط الملف الداخلي، ملف استحقاق الرئاسي بحرب غزة، يجب يعني أهمية الفصل. والنقطة الأهم هي التأكيد على التزام هذه الدول دعمها للبنان، ولكن مش إنها تاخد دور اللبنانيين، وهيدي نقطة كتير مهمة. نحن كلبنانية لازم بقى نعرف نتعاطى بهيدا الموضوع، يعني اليوم نحن ما فينا ننطر 5 سفراء لدول عربية وأجنبية تجي هي تقرر مين بده يكون رئيسنا أو شو مواصفات رئيسنا، أو يعني عيب لإلنا نحن كلبنانيين منا هالقد قصرين، ولكن مع الأسف بالممارسة والأداء اللي عم نبين إنه نحن إيه لا قصرين، ما عم نعرف ننتخب رئيس. وكتير حريصين السفراء ومن خلالهم ممثلي الدول بهالمجموعة على القول إنه نحن ما رح ندخل بتسميات، لأنه مش شغلتنا التسميات، مش نحن اللي نسمي رئيس، أنتوا كلبنانيين بتكون تسموا رئيس، أنتوا بتكون تقترحوا أسامي، نحن فقط دورنا يجب أن يكون دعم وتسهيل وفتح خطوط التواصل بين اللبنانية اللي مع الأسف اللبنانية هن بالداخل ما عم بيعملوا. فهيدي إذا بديك المهمة سبيل إذا رجعوا تركوا لنا إياها لإلنا، إذا رجعوا تركوا لنا القصة يعني لإلنا وخبز رح ناكل، نرجع مطرح ما كنا. هلا يعني اللي منيح بالشغلة إنه 5 دول، لأنه خمس يعني الشغلة المنيحة إنه 5 دول، لأنه لو كان بس سفير أو سفيرين كنا حكينا عن التدخل الخارجي وما إلى ذلك من وصاية دولية ومدري شو. اليوم عم تجي 5 دول عم بتقول أنا معنية بالملف اللبناني، بمعنى أنه بدنا هالاستقرار بالبلد يستمر. هلأ بالخطوات نعم منيح أنه إيران مش من ضمنهم، يعني ما صارت 5+1. لا هلأ شوفي، هلأ كتير حكى أنه بده يكون في 5+1، ولكن هني الخمسة هول هني قرروا يجتمعوا، يعني ما حدا طلب منهم، يعني هول مش مجتمعين بقرار من مجلس الأمن، من يعني هيدا قرار بمبادرة فردية من هذه الدول أن تجتمع. لذلك اليوم الكلام أنه 5+1 منا مطروحة، لأنه صحيح. إلا إذا طلبت إيران أن تنضم، ساعتها بحث ثاني بيدرسوا الموضوع وبيشوفوا. بس أنا بأكد لك أنه لا، إيران لن تنضم بعد التطور العسكري اللي صار اليوم، يعني صار صعب يمكن. هلأ فينا نكون مطرح تاني كمان، هلأ انتبه، يعني اليوم كمان الشيء اللي صار يمكن ياخد الأمور لمكان آخر وتروح الأولوية. نحن المشكلة أنه نحن كلبنانية مش عم نعرف ننتهز الفرصة ونستفيد من أي فرصة متاحة لنأمن استحقاقاتنا يعني الداخلية وأمن جهوزيتنا. تمام نعم. يعني ست سابين عم بتقولي أنه ما في شيء جدي، بس ولكن ما في معطى. لا بالعكس، في شيء جدي، ما في معطى جديد. في لا في بلا كيف في معطى جديد؟ في معطى جديد انه هن رسموا خريطه الطريق باجتماعهم اللي صار، حسب المعلومات المتوفره انحط بروجرام، انحط تايم تيبل، انه اول خطوه شو بدها تكون. يعني هلا مثلا اذا بدي اعطيك التايم تيبل مثل ما عرفنا، في اول شيء راح يكون في جولة على المسؤولين اللبنانيين، على القيادة اللبنانية، رح يستلوها مع الرئيس بري، رح ينتقلوا لعند الرئيس مئاتي، بدهم يروح يشوفوا وليد جنبلاط، ورح يعملوا برمة على القيادات المسيحية. يعني في جولة هلأ نحن عرفنا بهول الثلاثة لأنه كان الموعد مرت الماضية يشمل هالثلاث شخصيات، ولكن رح يكون في جولات تانية. من بعد الجولة رح يكون في لقاءات، مش هون بدنا نبلش نشوف اللقاء، وهون أهمية الموضوع، وهون بتبين جدية التحرك الخماسي. يعني إذا شفنا الممثلين هذه الدول من ضمن اللجنة
اجتمعوا إن كان بالقاهرة أو بالرياض أو بالدوحة أو بباريس، مش مهم المحل، إذا صار الاجتماع الخماسي ساعتها بتبلشي تحكي عن جدية، لأنه مهمة السفراء هي تمهيد، هي التمهيد التحضير لهذا للتشاور الداخلي، لأنه بالنتيجة هن واعيين للموضوع، بديك نحن نوعه انه هن ما بدهم يعملوا شيء من دون ما يكون في تشاور معطى جديد الداخلي، بالتشاور يعني مع اللبنانيين عم نحكي عن معطى جديد داخلي بياخذهم، ولا هن هيدا التحرك والنوايا الحسنه والنوايا اللي هي بدها تساعد لبنان موجوده، لكن معطى جديد داخلي نحن نقدر نقدم لهم اياه نتوافق، لانه هن مثل ما قلت انه يتشاوروا معنا هن هن رح يتشاوروا معنا ليحطوا هالخريطه الطريق، اذا لقيوا تجاوب. وهون بدي اقول لك شغله كثير مهمه عن جد، ونحن ما نعاله انه نحن بالخطوه الثالثه بخطه الطريق اللي موضوعه خارطه الطريق اللي رسمينا، بده يرجع المفد الفرنسي لهون جان ايف لودريان ليرجع يعمل جوله التشاور بناء لهذه خارطه الطريق. اليوم في كلام فرنسي انه اذا ما كان في تجاوب لبناني انه نحن ما راح نكفي بقى بالمبادره، وساعتها فعلا ممكن لبنان يخسر هالمومنتوم اذا بدك، إذا خلص انشالت الإيد إنه إذا أنتم ما بتكون فإذا نحن كمان ما بدنا. فاليوم الجانب اللبناني مطلوب منه هلا يعني لا ينتخبوا رئيس وإلا بتروح لا تحريك، بس ما معناتها شوفي نحن لما بنقول في مومنتوم، بس المومنتوم مش إنه عملية إيجاب، مشان هيك لما حكيت أنا إنه حطيت إنه ليس قبل نيسان، يعني الخطوات بدها وقت، وكمان مرتبطة من بدنا نحن نفصل بين الملف اللبناني وملف غزة بالنسبة لموضوع رئيس الجمهورية، لأنه هي أهمية اليوم يكون في رئيس جمهورية، لأنه إذا أنت رحت على تسوية بكرة لما بدون يقعدوا على الطاولة حرب غزة مش رح تضل 100 سنة، بدك يكون في بلبنان رئيس جمهورية وفي حكومة بكامل الصلاحيات قادرة تفاوض أو قادرة تحكي وتقعد على الطاولة. طيب لكن نحن عندنا هيدا خارج التسوية، هيدا هو الوقت. نعم. هيدا هو الوقت اللي حكيتي عنه اللي هو شهرين لبداية نيسان. أنا بدي أتشكرك سمينة عويس رجع لي آزار. بدي أتشكرك ست سابين، شكرا لك على هذه المشاركة معنا استسكاري نيران صديقة، أخذت لك وقتك. أنا للأسف وصلنا على ختام هالحلقة، بس أنا بي يعني بيسويني إذا بتسويني بدي بس 89 ألف ممكن تصير بهيدا، بس إذا فيك 89 ألف هو مين رح يحدد؟ رح يتركوها العملية ضايعة، رح يخلوها العملية ضايعة مثل ما هي هلأ ضايعة بالنهاية من نشرة الشهرية تبع مصرف لبنان، أما بلومبرغ وبيصير في تدخل لمصرف لبنان. بس أنا كنت حبيت أقول بس شغلي، نحن عم مفترق طرق ست ليندا، عم مفترق طرق في طريقين، أما في طريق بدنا نعرف نختار، إذا في طريق رح نمشي فيها نوصل على طريق مسدود بأحسن الحالات أما عشوار وبدنا نوع، وفي طريق تانية هي فعلا للتعافي إذا عرفنا نختار. إذا نحن رايحين مثل ما نحن رايحين هلأ، وعم يحكي عم يحكي الأستاذ شهاد الصمد إنه في عنا إمكانية نزيد الإيرادات، بس بدنا نزيد الإيرادات بطريقة مدروسة وذكية، تما نضرب اقتصادنا، تما نضرب طاقتنا، تما نضرب كمان شعبنا، وفي إمكانيات كتير. نحن إذا بدنا نعمل تدبير، مثلا زدنا الضريبة على الشركات من 17% ل 25%، إذا بتشوفي شوي بالدول، كل الدول حتى الدول المتقدمة، فرنسا ضريبة الأعلى عندها على الشركات 25%، 15% على الشركات يلي رقم أعمالها مش كبير. إيطاليا يعني إنجلترا عندك إمكانية تزيد الضريبة على بعض القطاعات الغير مفيدة، أما يلي هي عم تربح أكتر بكل بلدان العالم على قطاعات المصرف. طب هولي بيتابعوا، هولي مفروض يتابعوا، وهولي مفروض يتابعوا. أنا بدي أطلب منك عن جد أستاذ كريم، بدي أرجع أعمل، لأنه هولي مهمين كتير، وبركي بيكون معنا حدا من الحكومة لحتى نقدر نناقش هيدا الموضوع، يعني كان نائب رئيس الحكومة أو مستشار الرئيس ميقاتي، لأنه هو تدابير مهم إنه ينحكى معهم إذا بدنا نروح مثل ما قلت على مفترق طرق. أنا بدي أشكرك أستاذ كريم داهر، أستاذ محاضر بقانون الضرائب والمالية العامة، الشكر الكبير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وتصبحوا على خير.